أول هاتف بالعالم بمعالج سناب دراجون 855 وأسرع هاتف بالعالم أيضا، بالإضافة إلى تسريبات من شركة شاومي، تسريبات من شركة هواوي، وتسريبات عن الأستين، كلها في حلقة أخبار باك بعد الفاصل. أول شركة ويانا هي شركة شاومي، فأظهرت تسريبات حول سلسلة الريدمي وتحديداً هاتفين ريدمي 7 و 7 بلس اللي ممكن نشوفه في عام 2019. تسريبات ذكرت معالج ثمان الأنوية بتردد 2.3 جيجا هيرز، وأيضاً الصور أمامكم هي يعني صور تسريبية من مواقع خاصة، من مواقع صينية، بالإضافة إلى توفير 3 أنواع 3 و4 و6 جيجا بايت من ناحية الذاكرة العشوائية، و3 أنواع من التخزين 32 و64 و128 جيجا بايت. أيضا ظهرت التسريبات حول أحد هذه الهواتف راح يمتلك كاميرا منفردة 12 ميجا بيكسل، لكن إذا كانت منفردة من المفترض أنه حسب التسريبات السابقة أنه تكون بمستشعر الاي ام اكس من سوني 586، مستشعر جديد وأقوى مستشعرات كاميرات لحد هذه اللحظة. أيضا كاميرا أمامية ممكن بقدرة 8 ميجا بيكسل، ويعمل أحد الجهازين من نظام أندرويد أوريو أو ممكن أندرويد باي، هذا يستبعدها من ناحية النظام، ممكن اندرويد باي او اندرويد 9. اما عن هواوي فظهرت بعض التسريبات على تصاميم لكفرات وزجاج الحمايه للهواتف من موقع الموبيل فان اللي يقدم تصاميم ويقدم بيع لكفرات هذه الهواتف، ودائما نلقى انه ينزل التصاميم حسب التسريبات المؤكده من الشركات. فنلاحظ من التسريب انه سلسله بي 30 ممكن راح تمتلك كاميرا رابعه اضافيه مع الكاميرات الثلاثيه وبنفس التصميم بشكل عمودي، وايضا لاحظنا انه وجود فلاش ثنائي LED ولكن بجانب الكاميرات، أيضا وجود فتحات، هذا الشيء مبهم لحد هذه اللحظة. عدم وجود مستشعر بصمة من الخلف يدل على أنه شركة هواوي تفكر مع سلسلة البي مثل سلسلة الميت على إضافة مستشعر ضمن البصمة، وهذا الشيء راح نشوفه جميع هواتف عام 2019 حتى المتوسطة منها أنه يضيفون المستشعر ضمن الشاشة أو تحت الشاشة، ولكن الامتياز راح يكون بنوع هذا السنسر، ممكن يكون سنسر أو مستشعر الألتراسونيك اللي يقدمه مع الاستين، واللي ايضا ذكرناه مع معالج سناب دراجون 855 اللي يعمل بالامواج فوق الصوتيه. المفاجأة لمستخدمين هواوي انه تطبيق جوجل كاميرا المخصص لهواتف بيكسل 2 و2 XL اللي نزل بالتحديث الاخير، وايضا لهواتف بيكسل 3 و3 XL اللي قدم ميزات عديدة، ولكن اهم ميزة هي النايت سايت واللي يقدم لك اضاءة جدا عالية مع تجميعها من خلال الـ HDR والتلاعب في الاكسبوجر الخاص بالصور وتجميع الاضاءة في صورة واحدة، فبالتالي بالاضاءة المنخفضة راح تحصل على صورة شبه نهارية تقريبا مع امتيازات جدا عالية. فهذا تطبيق الكاميرا توفر من خلال موقع XZA Developer الخاص بالمطورين واللي أنا دائما أتابعه، ولكن الآن هذا التطبيق راح يمكن لك من مستخدمين Honor Play وهواتف هواوي Mate 10 و Mate 10 Pro على إمكانية تثبيت تطبيق الـ APK الخاص بجوجل كاميرا واستبداله بتطبيق كاميرا الافتراضي، أو ممكن يعمل بشكل جانبي، وحتتحصل على هذه الميزة، فحترك رابط هذا التطبيق أسفل هذا الفيديو. أيضا من ناحية الأستين ظهرت تسريبات أخرى عن شاشات أو الزجاج الحماية، فلاحظ من هذه الصورة اللي أمامكم أنه الكاميرا موجودة بالطرف الأيمن وليس الطرف الأيسر مثل A8S اللي نزل من سامسونج، وهذا ملاحظ أنه هذه النسخة بالإضافة إلى تسريبات سابقة اللي تدل أكو نسختين ثانية بدون وجود هذا القطع اللي هو الانفينيتي أو، ووجود مكان بسيط جدا ممكن راح يكون هو نوتش أو ممكن يكون الكاميرا ضمن الشاشة بعد ما نعرف أنها مجرد تسريبات. فهذه كلها تسريبات عن الأستين لحد هذه اللحظة. وأخيرا أسرع هاتف بالعالم راح يكون هو لنصيب شركة لينوفو بعد تحقيقها هدف هذا الشيء بإطلاقها اليوم هاتفين لينوفو Z5S و Z5 Pro GT. نعم Z5 Pro نزل قبل فترة بمعالج متوسط، لكن الشركة فكرت أن شلون راح تحصل على أول الهواتف بالعالم على الحصول على معالج سناب دراجون 855 وتجربته على هواتفها، فحصلتها مع نسخة لينوفو Z5 Pro GT واللي تكون هي نفس تصميم Z5 من ناحية أنه الهاتف سلايد، نفس تصاميم شاومي مي ميكس 3 ونفس تصاميم الأونر ماجيك 2، ولكن هنا المعالج راح يكون يتفوق من ناحية السرعة والأداء والكفاءة واستهلاك البطارية، بالإضافة إلى إضافة ذاكرة عشوائية جديدة بقدرة 12 جيجا بايت
ناحية الذاكرة العشوائية، مضاف إليه تخزين 512 جيجا بايت، فبالتالي لحد هذه اللحظة يصبح هو أسرع هاتف في العالم. كتفاصيل أنا ما ذكرتها بمراجعة لأن أنتم طلبتوا مني أي هاتف ما يتوفر الشرق الأوسط ما أسوي عليه مراجعة، فبالتالي راح أذكركم تفاصيل الـ Z5 Pro GT أو هو نفس الـ Z5 لكن اختلاف المعالج فقط، نفس الـ Z5 Pro ولكن هذه النسخة GT راح تحمل معالج جديد 855 فيعتبر الفلاكشيب. الهاتف يمتلك شاشة سوبر أموليد بحجم 6.39 إنج وبدقة Full HD Plus 1080x2340 بيكسل. كثافة البكسلات هنا راح تحصلها هي تكون 403 تقريبا، والمعالج الجديد 855 مع بطاقة جرافيك عالية من أدرينو، والذواك العشوائية اللي راح يجي بهذا الهاتف ثلاث أنواع، 6 مع 128 جيجا بايت من التخزين و8 جيجا مع 256 جيجا بايت، وأخيرا 12 جيجا بايت مع تخزين 512 جيجا بايت. أيضا هذا الهاتف يقدم لنا كاميرات ثنائية خلفية بدقة 16 بفتحة F1.8 وأخرى 24 ميجا بيكسل بفتح 24 بفتحة F1.8 و16 بفتحة F2.2. والأمامية اللي موجودة ضمن السلايد أو القطعة الثانية للهاتف 16 جيجا بايت مضاف إليه 8 جيجا بايت مخصصة للعزل، ولكن العيب بهذا الهاتف هو وجود سماعة المكالمات بجانب هذه الكاميرات، فبالتالي لما تريد تفتح الهاتف راح تضطر أن تسحب الهاتف حتى ترد على المكالمة. هذا العيب الوحيد اللي الشركة ما فكرت عليه واللي أونر ماجيك ما سوته من ناحية هواوي أو حتى شاومي في هاتف مي ميكس 3. ايضا هذا الهاتف مزود بتقنيات الشحن السريع من البطاريه، بطاريه 3350 ملي ام، حكتب لكم اياها انا على الشاشه ما متاكد من عندها. وايضا هذا الهاتف كاسعار اللي متوفر او مخصص فقط للصين هذه النسخه او نسخه 12 جيجا بايت تحديدا راح تكون بحوالي 640 ل 650 دولار. فكهاتف بهذه المواصفات مع وجود 12 جيجا بايت من الرام، مع وجود هذه الامكانيات السلايد او التصميم الجديد، راح يصبح هو اسرع هاتف لهذه اللحظه، مع اول هاتف بالعالم يحصل على معالج 855. انت شو رايك بهذا الهاتف؟ اترك لنا رايك اسفل هذا الفيديو وشارك بالتصويت اللي ظهر امامك على الشاشه. النسخه الثانيه ظهرت ايضا ضمن هذا الحدث اليوم في الصين، هو لينوفو Z5S واللي راح يكون مزود بمعالج سناب دراجون 710 نفس Z5 Pro ولكن بوجود كاميرات ثلاثيه، وهذا التصميم اللي يحمل ووتر دروب نوتش او التصميم القطره اللي نازل من فوق واللي شفناه مع اغلب الهواتف. هذا من ناحية Lenovo Z5S راح يتوفر بشكل عالمي، فإن شاء الله ممكن غدا تنزل لكم حلقة مراجعة لهذا الهاتف. ولا تنسى تشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء وتتفعل زر الجرس وتشترك بالقناة. شكرا لكم، كان معكم مختار عراقي من تيك باك.